في لقائها مع صحيفة الشرق الأوسط الممولة من السعودية وتعليقا على التحرك العربي بخصوص سوريا، كشفت إلهام أحمد المسؤولة الكبيرة في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا عن مضمون اتصالاتهم مع الغرب. تقول إلهام أحمد: طالبنا بضرورة تقديم مشروع عربي لحل الأزمة السورية ووضع حد للتدخل الإيراني العسكري السافر، كما طالبنا جامعات الدول العربية بوضع خارطة طريق للحل السياسي والقيام بدورها لوضع حد للحروب الدائرة وإنهاء معاناة الشعب وحل الخلافات العالقة بين أبناء هذا البلد المقسم عسكريا. بغض النظر عن مضمون حديث الرئيسة التنفيذية لما يسمى مجلس سوريا الديمقراطي الواجهة السياسية لقسد، فإن مجرد دعوتها الدول العربية لتحرك فاعل بالملف السوري يعتبر مؤشرا مهما، لكن مؤشرا على ماذا؟ دعونا نذكر بما يعرفه الجميع، وهو أن قسد بكل واجهاتها هي أداة أمريكية خالصة في سوريا، وعليها فإن المعادلة تقول قسد هي لسان حال ومقال الولايات المتحدة، وهذا يساوي أن واشنطن هي من تقف وراء هذا التحرك العربي. في السابق كانت أمريكا تعارض وبحزم أي انفتاح من أي دولة على نظام أسد، هذا على زمن الرئيس السابق دونالد ترامب. أما عندما تسلم السلطة الرئيس الديمقراطي جو بايدن قبل 2 و3 أشهر، فقد أصبح الخطاب الأمريكي يقول: نحن لا ندعم أي تطبيع مع نظام بشار، ثم تلحلح أكثر ليقول إن أمريكا لا تشجع أي تقارب مع النظام، ثم وأخيرا صمت أمريكا حيال أكبر موجة من الانفتاح والتقارب والتطبيع مع النظام، بل ودعمه وتزويده بالأموال والمساعدات بحجة التعامل مع كارثة الزلزال. لسنا بحاجة لتفنيد هذه الذريعة مرة أخرى، فالجميع بات مقتنعا أن الزلزال لم يكن سوى ذريعة، لكن ذلك ذريعة لمن على وجه التحديد؟ للدول العربية التي باتت تستقبل بشار أو ترسل وفودها إليه، أم لأمريكا التي سبقت هذه الدول لكي تجمد العقوبات المفروضة على نظامه المجرم؟ في الواقع كل شيء هناك في أمريكا في البيت الأبيض، وبدون قرار من الغمسام لا يمكن أن يكون لدينا أي مبادرة، لا عربية ولا غربية، ولا أي زيارة ولا أي وفد، ليس الآن فقط بل حتى منذ ما قبل الزلزال، عندما بدأت جدران عزلة بشار ونظامه تتداعى شيئا فشيئا. لكن ماذا تريد أمريكا من كل ذلك؟ ما الذي غير موقف واشنطن من مسألة التطبيع مع نظام ميليشيا أسد بعد سنوات من الرفض القاطع ولاءاتها الثلاثة المشهورة؟ بالمناسبة، هل تتذكرون اللاءات الأمريكية الثلاث؟ لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لعودة اللاجئين، قبل موافقة النظام على حل سياسي وفق القرار 2254. فهل طبق النظام هذا القرار فأطلق المعتقلين ووافق على هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وأقر دستورا جديدا وسيعمل على إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية تحت إشراف دولي في البلاد؟ هل حدث كل ذلك ونحن لا ندري؟ أم إن كل ذلك لم يعد مهما اليوم، ولذلك نرى وزير خارجية مصر في دمشق اليوم بعد ساعات فقط على حضور وفد البرلمانيين العرب إليها للقاء بشار بعد سلسلة من الزيارات لرأس النظام؟